إذا سألوني في يوم الحساب، إذا سألوني في يوم الحساب بما أفنيت عمرك في الشباب، أقول وبدون تردد وهذا جوابي، أنا ومن فوق التراب، أنا ومن فوق التراب فداء لنعلي أبا ترابي. أبا تراب بترب عالك تبرك سيدي، أبا تراب وعيني وعيني منظرت غيرك، أبا تراب بلحدي لو ينزلوني بالتراب اللي حد ما يعصر محب حامي إيه الحمية. عليكم وحق المرتضى حيدر، عليكم كفاكم فخر عالعالم، عليكم يا آل النبي الميصلي، عليكم صلاة ما إلى أولادين وحمية. احدي جنح الفجر امر كل الولايات، واصعد الاخر سمة وخلي النجم ضايات، واكتب بصدر الزمن واعلن الباطل مات، بيوم الغدير الولي نصب ابو الحملات، ومن ترتفع راية علي تنتكس كل الرايات، وبالمحشر الهيبة علي تسجد جميع الهامات، ومن يندكر حيدر علي مو مرة صلوا على النبي ثلاث مرات. بعيد الولاية بمحفلي بكأس السعادة ممتلي، خل يستمعنا عادلي حيدر إمامي الأولي، صوت المحب خل يعتلي يا نبضة الحب سجلي، عاشق دليلي ومبتلي وماكو ولي إلا المصطفى المحمود، صلي وعلى الولي المصطفى المحمود، صلي وعلى الولي بذكر الصلاة هموم نفسك تنجلي، والدنيا بعيونك تشاهدها تحلي، وصفحة حسابك بالمحاسن تنملي، وخلي النواصب من غضبها تسطلي، ماكو ولي إلا نبعك محبة والمحبة من هلي، شافعنا حيدر والنبي المرسلي، صرختنا تحيي الحفلة لمن تعتلي، غير النبي ما لك شفيع وما إلي، من جان بيهم يا حناجر واصلي، ردد كلامك يا المحب ردد بلي، ماكو ولي إلا لا تخلي ثغرك من عطر ودهم خلي،
لا تخلي ثغرك من عطر ودهم خلي، طعم الموده واليذوقه يبتلي. يا بعد بيتي ويا بعد روحي وهلي، دنيانا فرحه ويا ملايك هل هلي، يا شاهد افعال الخلايق سجلي. ماكو ولي الا الاخ. عند القصيده ابني حسين. قالوا للأسد بالحومة، قلت الأسد وش جابه؟ يا ناس معروف الأسد عرشة وعرين الغابة. قالوا أسدنا من البشر وكل الأسود تهابه، والأسد لو شافه بوجه بإيده بيم رجله جلس خجلان أخطن يابه. ناديتهم ذاك علي، ناديتهم ذاك علي للحصن قال عبابه. معروف بالشده يحضر ما خاب الطلابه، ملهوفه زورا حضرتك وبشوقه قبل عتابه. والله ما يهمني حكي اللي حكى، ما يهمني حكي اللي حكى كثرة ترى الكذابة. داعش ونصرة وقاعدة تتفنن بإرهابة. أنا على أبو اللي أسسه وأنا على أبو اللي جابه، وين الذي عاد علي بالشام قبره خرابه. وذاك قبر حيدر علي الإيمان حاط جنابه، يا ريت أموت بالنجف وجسمي يضم ترابه وليندفن برض النجف. عصر القبر ما صابه ومنكر يحاج صاحبه، قل لي شفت بكتابه. قال له موالي الحيدره خفف عليه عتابه، للبار من خالف امر يشفع علي لاحبابه. وصلوا على طه النبي وآله واعز اصحابه. طالعت تاريخ الكومات من الزمان الأول، ونظرت ساحات الحروب قراءة المتأمل، فوجدت مكتوبا على الصفحات بالخط الجلي: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى. صلوات لو تبوح الروح بالسر، ولو نطق العقل لنادى. يا شيعة نحن وفينا عادة، قولنا في كل أمر. يا جاءنا فيه حديث مسند، علموا أبناءكم حب علي. صلوات يا حيدر يا حيدر يا حيدر. حيدر حبك سر بدلالي. لا لا لا، هذا مو جوابكم ترى. لا لا، ترى الدنيا قايمة وقاعدة على هالمناسبة هذه اللي قاعد يصير في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، حتى في البحرين. سبب هذا تنصيب أمير المؤمنين، وانتون جايين كلكم تبايع. أبقى الماتم كله جاوب كلمتين بس. يا حيدر يا حيدر حبك سر بدلالي. يا حي حيدار انعاهدك للتالي، من نزال وادي الغدير المصطفى بحجة وداع.
ينظر الهادي نبينا على الوادي واجتماعه وعلى البسيطة أبو الزهرة صار يخطب بالجماعة أبو الحسن حادينا يا حي حيدار يوم الحشر ينجينا حيدار أبو الحسن حادينا يا حيدار يوم الحشر ينجينا من أحداج الإبل سوى للنبي المرسول منبر وبالغدير الجمع كانوا حاضرة وميت ألف وأكثر وعين الباري علينا هو حامل جار حيدار بعد النبي هادينا يا مفروض حب علينا بعد النبي هادينا مفروض حب علينا نزلت الآية الكريمة على النبي الهادي محمد نزلت الآية الكريمة على النبي الهادي محمد ومن صعد نادى إلهي اشهد على القوم اشهد هذا ابن عمي ووزيري وناصري وللدين مرصد مأيد بالله ودينه يوم الحشر ينجينا حيدر مأيد بالله ودينا يوم الحشر ينجينا نزل ميكائيل حامل تاج ابو الحملات بيده اسمع حبيبي والرسول استلم منه وروحه والرسول استلم منه وروحه فرحانه وسعيده وشاف هذا التاج يضوي ولايق براس الصميد يلوق لغير علي هذا التاج يلوق لو لبسونه على غير علي يلوق وشاف هذا التاج يضوي ولايق براس الصميدة عيد السعادة عيدة وراية محمد بيدة حيدار عيد السعادة عيدة وراية محمد بيدة يا محامد دخيل اليوم روحي الحضر تربية وحمامة اتمنى روحي تصير وطوف عليه يومية على حبك سكن بالروح بالدم صار جارية على خبزة على ملحة على القلوب نمية على كل الجروح تروح من يندكر طارية واحنا شيعتك مولاي إلك شيعة وفدائية يا شيعة هالخبر سمعوا أكيد أومية بالمية الجنة الحيدر وإلكم غصبان عالوهابية ليكم في الهوسات من رخصتنا سيدة هوسات علي علي اسم أربع أيمة بيهم الهم ينجلي
الله سماهم باسم اشتق علي من العلي واحنا من وقع بشدة كنا نصرخ يا بسم الله منور والينا بسم الله منور نبسم الله منور نبسم الله منور علي علي ولادته بوسط البيت بيها اسرار الهية علي المهد صبح قبله ونصلي عليه يومية علي المهد صبح قبله ونصلي عليه يومية علي بشقة جدار البيت شق حلق الوهاب علي بشقة جدار البيت شق حلق الوهاب والكعبة بحيدر تتباهى والكعبة بحيدر هو الكعبة بحيدر هو الكعبة بحيدر هو الكعبة بحيدر معكو بالحشر تزوير معكو بالحشر تزوير أمر الله وعباده ولازم الطيعة وجواز المعبر المخصوص ما حد يقدر يبيعه اللي شاهد حيدر الكرار ومؤيد بتوقيعه علي بص الله والهادي يوقع مثل تو وخبرك بعد على المعبر من تجمع الشيء وجواز الخبر ابو فاضل يتكفل بتوزيعه هاخوتها ومن شف ابو الغيره ندخل الجنه ومن شف ابو الغيره ومن شف ابو الغيره من شف ابو الغيره اخر هوسه واختم وياكم وارجو المعذره لان طولت سيدنا طول عليكم اخر هوسه لابو فاضل نزل جبريل بالرايه وسلمها لمحمد راعي النوماس ومحمد شالها انطاهل علينا ودرت كل الناس وعلي علي خاض الفلك بيها وسلمها البطل وعباس الزينب خلاها عباس الزينب عباس الزينب عباس حاضر حاضر محضر راح اعيد حاضر حاضر نزل جبريل اخر هوس راح اختم حاضر راح خير نزل جبريل بالرايه وسلمها لمحمد راعي النوماس ومحمد شالها انطاهل علينا ودرت كل الناس وعلي علي خاض الفلك بيها وسلمها البطل وعباس الزينب خلاها عباس الزينب عباس الزينب عباس الزينب عباس الزينب خلاها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم شافي مرضانا يا الله فك أسرانا يا الله ارحم موتانا يا الله اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غالمين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.